يمكن في الغيط. هات يا ابني الكابل. يا ولاد بابا بجد مش في البيت. يمكن ماشي على الحيط. او بياكل سبيت. ايه؟ يلا يا لوزر. بابا. طيب طيب. خالته افتحي. اهلا تعالي يا حبيبتي. ما شفتيش بابا يا خالته؟ لا يا حبيبتي ما شفتوش. بس انا مش لاقيه تحت في البيت. يعني ايه عيل تاه ده يعني بتدوري عليه؟ راح فين؟ ما اعرفش. خلاص يعني شكرا. تعالي تعالي. طب اشربي حاجه ونتكلم. اشرب ايه بس يا خالته؟ بقولك مش لاقيه بابا. مالك بتنهك كده ليه؟ أنا أصلي اتخطفت. اتخطفت إزاي؟ ما أعرفش. جم ناس كده قالوا لي أنت فاضي وراك حاجة؟ قلت لهم لا. قالوا لي ممكن نخطفك؟ قلت لهم اتفضل. ما قالوا الكاش هم مين طيب عشان نجيبك من عندهم؟ سألت مش عايزين يقولوا. بس حلو التريننج اللي أنت لابسه ده أوي. ده آخر حاجة نزلت في صفة اللبن. تاخد عصير؟ أنت معاكي عصير؟ أنا خدت عصير. ربنا يستر. ثانية واحدة. طب لا. أنت بتنهج ليه؟ تبقى إنك هتتعبيني وبتنسي بقى وأنا مش لسه يا ست هاني محكي لك الحكاية. حكاية إيه؟ إن أنا اتخطفت. أنت مخطوف؟ آه. حلو أوي التريننج اللي أنت لابسه ده. ده؟ آه. دي آخر حاجة نزلت في باب اللوق. انت مالك بتنهك كده ليه؟ وبعدين يا جماعة هنفضل رايحين جايين كده؟ لازم كل واحد فينا يدور في مكان. انت يا علوة. انا هعمل له صفحة على الفيسبوك بعنوان ارجع يا حلواني ومش هتزعلك تاني. الله اكبر عليك يا حبيبي. فيري كرييتيف. وانت يا ايمن لازم تدور عليه في كل الاقسام والمستشفيات. انا هدور في المستشفيات بس عشان انا لو دخلت اي اسم هتدوروا علينا احنا الاثنين. يا رب يا رب. معلش ما تقلقيش يا حبيبتي. ما تبص عليه في الاوضه كويس يمكن موجود في اي حته وانت مش واخده بالك. هو جنيه ضايع يا خلو؟ حضرتك بتتكلم على ايه؟ ده ابويا بابا. السلام عليكم. عليكم السلام. لقيته؟ انا سالت كل الحارة عليه قالوا لي ان هم شافوه وهو بيجري. ولما سألوه بتجري ليه؟ قال لهم ألعب باليه. يا خبر. لا إله إلا الله. الباليه ده جاله من إيه؟ مش عارف. أنا هدور عليه في الأوبرا. لا مؤاخذة أنا آسف. أصل كانت في واحدة قاعدة هنا من شوية وقيت لي خلي بالك من المكان. أنا آسف. بعد شوية حضرتك لفي وتعالي اقعد يعني. أيوة كان في واحد قاعد برضو شاب جنبي هنا؟ كان لابس مايو. لابس ايه؟ مايو كده حضرتك. حتى قمت جبتله منين وجيت. جبتله منين منين؟ من الراجل اللي عند البحر. راجل بتاع البحر؟ طب لو جات اقول لها؟ تبقى تيجي بقولي اقوم. مع انه كان في ولد هنا قاعد جنبي شاب. معرفش بيه. انا كان في سؤال عايز اساله لحضرتك بس قلت يا حكم لسانك ما تتسرعش. لا ارجوك اتسرع وما تحكمش لسانك. سؤال ايه؟ في حد. حد ايه جاي يقعد هنا في وسطينا؟ لا هيقعد هنا. مش فاكره. يمكن انا اتاخرت بقى. لا اتأخرت على ايه؟ احنا خليك قاعد. بص لو في حد نبقى نديله بومبا. نديله بومبا واحنا نقعد مع بعض يعني. انا زهقانه قوي. ما تيجي نقوم نعمل حاجه ولا حاجه؟ نتمشى ولا حاجه؟ نتمشى. نروح فين؟ اي حته. اي نصيبه رجلنا.
مفيش حد من اصحابه يعرف عنه اي حاجه. انا اللي هجيبه لكم. صفحه ارجع يا حلواني مش هنزعلك تاني عملت 2000 شير، يعني في 2000 واحد دلوقتي بيدوروا على بابا. خليك ادمن خلو. اعوذ بالله، ادمان ايه؟ لا انا ماليش في السكه دي، وبعدين الادمان ياثر عليك في الجواز. اهو جه. انا دورت عليه في كل المستشفيات ما لقيتوش، بس لقيت عسكري جيش وقف تحت البيت اداني الجواب ده وقال لي اعتبر ابوك شهيد. بس دي ورقه فاضيه. ماما ما كانش في حد تحت. اعملها مركب يا ايمون. مين؟ مين؟ افتح يا جبان. لا افتح. يلا انت. لا افتح لي مرتضى. عايز ايه؟ بص بقى، جات لي فكره هي اللي هتجيب من الاخر. هنحط صور في كل حته في الشارع ونحط عليها رقم التليفون، اللي يلاقيه يتصل بينا. ماشي. الصوره اهي. ايه ده؟ ده فريق واما. ايه مصاب بالجنون دي؟ عيب. عشان الناس تخاف وتتصل على طول. وبعدين مش الدكتور اللي انت جايباه ده قال كده؟ بس مش لدرجه مصاب بالجنون يعني. طيب ممكن نكتب. مساء الخير، الحاله بتاعتي عامله ايه؟ جايه شيك على صيانتها بنفسي. صيانه ايه؟ مين ده؟ اه ده بقى اللوستة اللي بيعالج عم حلواني. احنا من الصبح مش لاقيين بابا، هو مفيش اي امل اللي هو يفتكر ويرجع البيت لوحده؟ بسيطة بسيطة، لازم تروحوا الاماكن اللي عملت له نقلة في حياته. يبقى ندور عليه في استوديو جلال، ده اول استوديو انطرد منه. استوديو جلال ايه؟ اتطرد منه. لازم تروحوا الاماكن اللي بتبسط بيها، اللي بيحبها. ايوه، الجاردن اللي كان بيفسحنا فيها واحنا صغيرين وكان بيقابل فيها ماما. برافو عليكي، يبقى اكيد بيكروز هناك. لهفة المركب. دكتور معلش، الكائن ده ما استفزش حضرتك؟ ما حسيتش ان في هنا حاله اب نورمال؟ اتفضل اشوف. هتشوف ايه؟ انت هتتجنن؟ ده انت عم حلاوه بتاع الكب ده بيفهم اكتر منك. اقسم بالله لو فكرت تهزر معايا لا هغرقك في السنيوره. انا ما بحبش عبط. تمام. وي وي وي. يا ربع للمنين ده، نفخ لي بطني. يا عايز اطلع النفخه دي. انت حاجه اتنفخت عندك؟ انا ما فيش اي حاجه منفخه. ما اكلتيش منين؟ لا انت اللي كلت الزراويط دي كلها لوحدي. ايوه يعمل حساب الفشار يا استاذ. نعم الحق حساب الفشار. فشار مين؟ ما كلناش فشار احنا. احنا اكلنا منين؟ فشار؟ فشار. طب بص هات لنا 2 تاني وندفع كله. بابا بابا حبيبي دوختنا عليك يا حبيبي. لا ما ينفعش تواجهيه عشان ما يحصلوش مضاعفات. بالراحة. دول اللي خطفوني. اخص عليكوا اخص، ما انا قاعدة بقالي 35 سنة اللي ما حد عبرني بخطفة واحدة. اخص اخص. حضرتك انا لهفة بنته. لحمة بنته؟ عيب. مين بنتي مين؟ ها؟ انا لهفة، انت مش فاكرني يا بابا؟ انا بنتي مش فاكر بنتي مين. انا قاعد مع المدموزيل. ايوه كانت بتنهج وبتتخطف وانا اتخطفت. بقول لك يا لهفة، مفيش بقى غير حل واحد، ان احنا نضربه على دماغه عشان ترجع له الذاكره. لا اخاف عليه. تخاف عليه يا بنتي؟ انت ما شفتيش افلام؟ ما بيحدش بيرجع له الذاكره لما بيتخبط على دماغه. طيب اوكي جرب انت وانا مش هبص. اي حاجه البوليس. معلش هبدوس. ناموس ناموس فظيع. حسيت هبدوس. يمكن صراصير. نيتهم مش سليمه. معلش جرب اخر مره بقى خلاص. مش حلوين. هاتي بقى ايه؟ في انا شايف. لهفة. بابا حبيبي بابا حبيبي. صل على النبي صل على النبي. حبيبي الحمد لله على سلامتك. ايه ده؟ انا كنت فين؟ مرتضى. ايوه يا عم حلواني الحمد لله على السلامة. ثانك يو مرتضى. ثانك يو. اي خدمة اي خدمة. مين دي؟ اخص عليك اخص عليك. انا اسف. دي بنتي وده ابن عمها وكمان مخلف. انا مش مخلف بس دي بنتي. اه عشان كده الظاهر ان الست دي مش فاكره حاجه زي بابا. اه خطفت. خطفت؟ ماشي يبقى محتاجه واحده برضه كمان. قول لهم يمكن يجوا. ما انا بقول لكم. بقول لك ايه؟ في منتصف الراس وبقوه. ماشي. هم عايزين يعملوا لك مفاجاه حلوه قوي. ايه؟ في زود المفاجاه نفسك. في ناموس. اوبس.
مسك. ساعدتيني يا ماما، متشكر قوي يا جماعه، متشكر جدا. ايه ده، ايه ده، ايه ده، مين ده؟ معرفوش مين. ابنك، ابنك يا ماما. مين ابنك يا انت؟ ام سامح حسين. انا ابنها يا فندم، ابنها. معلش مش هينفع نسلمها لك، لازم تديني اماره انك انت ابنها. ايوه ماما بتيجي كل يوم هنا وانا باخدها منها. ماشي ادينا اماره ان هي ماما. بصي 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 بصي، مين ده؟ ايه ده؟ بابا، بابا مستنيكي في البيت. بابا، بابا ده، بابا، بابا مستنيكي في البيت. ده بابا. مرتبط بابا يا ماما؟ بابا، مع ان الواد فيه شبه من عبد الوارث عصر، بس ده معلش. انا ابنها. بص هروح اجرب. روحي، خليك هنا، لو ما نفعش هاجي. ها، اتصلي بي على طول يا حبيبتي. طب يا حبيبي، باي باي يا حشمت، باي يا لحمة. باي باي، مع السلامه. كل الفشار. طب يا حبيبي، خلي بالك منها من فضلك. ما تنهجيش، ما تنهجيش. انت بتنهجي ليه؟ الحمد لله على سلامتك يا بابا. يا حبيبي يلا بينا بقى نروح. يلا نروح، انا مش عارف ايه اللي جرى لي يا بنت. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله. اجيب لكم فشار؟ لا يا حبيبي شكرا، ربنا يخليك. انتوا بتنهجوا ليه؟ مش عارف، احنا تمام الحمد لله. تعالوا يا حبيبي، تعال. الحمد لله يا رب. الحمد لله على السلامة يا بابا، نورت بيتك. لقيت بابا في الجاردن يا جماعة زي ما الدكتور قال، ورجعت له الذاكرة. الحمد لله على السلامة. ازيك يا بابا؟ ازيك حبيبي؟ ده انا قلبت عليك الفيسبوك لحد ما الفيسبوك تلفش منك وزهق. استنى يا ولا، لما نتأكد انه خاف قولي يا حلواني. انا مين؟ انت ابتهال. ايه الذكاوة دي؟ يا بكوان يا واد، استنى بمتحنه. طب قولي يا حلواني، دول كام؟ وانا بسنن. الحمد لله على السلامه يا حلواني. الله يسلمك. الحمد لله ان انتوا اطمنتوا عليه. استاذن انا بقى. ليه يا خالو، خليك معانا شويه. في الحقيقه انا كنت عايز امشي قبل ما يجي، عشان انا اتخنقت من بيتكم ده، بس خفت لا تقولوا عليا قليل الاصل ولا حاجه. يلا على رنات بقى، سلام عليكم. شكرا يا خالو. طب ما شاء الله، احنا كمان يا مرتضى، خلي عمك يستريح. الحمد لله على سلامتك. متشكرة جدا يا خالتو. سلامة بابا يا حبيبي. مرسي، شكرا يا مرتضى. خلي بالكم منه بقى. طبعا طبعا، في عينينا. مرسي قوي قوي. خش يا بابا حضرتك، اتفضل استريح على ما احضر لك حاجات اكلها. ما احلى الرجوع لبيتي، ما احلى رجوع لبيتي، ما احلى رجوع رجوع لبيتي. انا تعبت يا، انا مشيت كتير يا. ايه يا ابني، انت كنت كل فين ده؟ انا قاعد بدور على ابوك. احنا لقينا ابويا في الحديقه. كان مزروع؟ لا يا حبيبي، كان قاعد. كان قاعد؟ طب انا هخش اطمن عليه، وبالمره اقلبه في قرشين واطلع على شرم الشيخ واشوف الدنيا يا. صباح الخير يا حاج. اهلا يا ابني، ازيك يا حبيبي؟ انا بابايا الحلواني بيسلم عليك قوي يا راجل. والله. وعامل ايه باباك الاخ حلواني؟ يا وحشنا والله الحلواني ده، راح الارجنتين اصلي. يا سافر؟ معلش سيبك منه، اصلا احنا اصلا زهقانين منه. على رايك. ولا يهمك انت. هو كان عاوز حاجه منك؟ هو بس كلمني من الارجنتين. ايوه، قال لي ان انا اجي اخد ايجار المكوى. ايجار المكوى؟ هو مش كان خد ال مش كان خد الشهريه؟ لا ما ده الشهر اللي فات. وايجار الزبال؟ ايه ده، ده الناس دي ماتت، ده الناس دي جايه، ده الناس دي جت من سنه. حياه امك. يعني انت قلبتني 65 مره وهات، ولسه برضه ما شبعتش؟ ايه ده؟ اعمل فيك ايه؟ انت فاكر ازاي؟ فاكر ازاي؟ فاكر ازاي؟ فاكر الحلواني؟ ايه ده؟ اي فاكر دي؟ اه لا لسه هيك.